أربعة شارع شريف. النهاردة عندنا في عيادة أربعة شارع شريف هنتكلم عن موضوع مهم جدا، الابتسامة الحلوة، السنان اللي شكلها أنيق. للأسف عندنا كتير في مجتمعنا مش بيحافظوا على سنانهم من هم أطفال صغيرين، فالسنان بتبوظ مع الوقت، فلما السنان بتبوظ مع الوقت شكل الابتسامة بيبقى مش حلو، والواحد لما ابتسامته يبقى شكلها مش حلو وسنانه شكلها مش حلو، ده بيخليه يفقد الثقة في نفسه، ما بيعرفش يتعامل كويس مع الناس، بالذات في بعض الوظائف أو بعض المهن ما بيعرفش يبقى عنده ثقة أنه هو يتكلم مع الناس، ما بيعرفش يبقى عنده ثقة أنه هو يعبر عن نفسه. ساعات بنلاقي بعض البنات والسيدات بيكسفوا أصلا أنهم يبتسموا لأن السنان بتكون حالتها صعبة جدا. لما نقول عايزين نروح لدكتور السنان علشان نصلح المنظر ده، لان هو كمان مش بس المنظر اللي بيبقى مش حلو بيخلي الواحد متضايق، كمان ساعات بيطلع ريحه مش حلوه من البق او من الفم، فعشان نصلح ده في ناس يقولوا ايه، لا احنا نخاف نروح لدكتور السنان، هنروح لدكتور السنان هنتوجع، هنروح لدكتور السنان هنضطر نروح كذا مره ورا بعض وكذا وكذا والتكاليف وهنروح ازاي والكلام ده كله. مع التكنولوجي الحالي ومع الاطباء الشاطرين جدا اللي عندنا في مصر، ومنهم طبيب شاطر جدا قاعد معايا واول مره التقي معاه النهارده، وفي الحقيقه شفت شغله وبهرني شغله لان هو عامل شغل فيه فن، وطبيب الاسنان مش بس هيكون طبيب، لان لا لازم يبقى عنده التاتش الفني والحس الفني علشان يعرف يرسم ابتسامه حلوه او يرسم بق كده او فم يبقى شكله حلو ويخلي الواحد عنده ثقه بنفسه. خليني النهارده بقى ارحب لاول مره عندنا بيشرفنا في أربعة شارع شريف دكتور محمود حشمت، زميل التجميل الاسنان جامعه مانشستر وعضو الاكاديميه الالمانيه لزراعه الاسنان، ومشرفنا النهارده ومنورنا يا دكتور. ازي حضرتك؟ ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. اهلا بيك. زي ما سمعتني كده قلت ان الابتسامه حاجه مهمه في حياتنا، بس احنا عندنا للاسف كان في وقت يمكن ثقافه الاهتمام بالاسنان ما كانتش في محلها قوي، فناس كتيره سنانها باظت. ويقعدوا يفكروا يقولوا ايه، لا هنروح لدكتور السنان الوجع، هنروح كذا مره، الكلام ده كله، والكلام ده مش عندك خالص في السنتر، انت عندك الموضوع بياخدش وقت، وزي ما نقول كده باللغه الشبابيه في الانجاز، بس بطريقه بروفيشنال جدا او بطريقه احترافيه جدا. فكلمني كده، انت ما بيجي لك حاله سنانها شكلها مش حلو او فيها مشاكل بتتصرف معاها ازاي؟ طيب خلينا قبل ما اقولك ازاي بتصرف معاها ازاي اقول لك هي بتبقى جايه بتدور على ايه، وهاخده من مقدمتك. جايه بتدور ان مفيش وجع، جايه بتدور ان عايزه اخلص في وقت قليل، الكوست قد ايه، كل الكلام ده كله. طيب المريض بيخش يدور مبدئيا عايز تريتمنت بلان واضحه وصريحه، انا هعمل كذا في وقت كذا بكوست كذا في عدد زيارات معين. مش ده بيساعدنا في تكنولوجيز موجوده دلوقتي زي السي بي سي تي والاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد والكلام ده كله، فبنقدر ان احنا مش بخش واقول لك هننضف التسوس نشوف واصل لايه، طب هنعمل كراونز هنعمل فينيرز، ده وقت الشغل هنحدده، الكلام ده كله ما بقاش موجود. وده ساعدنا فيه ان هو بيبقى موجود جوه السنتر اللي انت شغال فيه، مش تبعت المريض يصوره بره ويجي لك، كل حاجه عندك، كل حاجه موجوده، فبنقدر ان احنا نقدر نحط دايجنوز من اول يوم محدد بتايم فريم محدد بكوست محدده بتريتمنت بلان مظبوطه 100%. وده هياخدنا النقطه الثانيه وهي الوقت. النقطه الثانيه وهي الوقت، هو انا عايز اخلص في وقت قليل زي ما انت قلت في الانجاز، انا عايز وقت قليل وعدد زيارات في الوقت ده قليله جدا. طيب ايه اللي ساعدنا في كده؟ ساعدنا في كده برضه تكنولوجيز موجوده دلوقتي وخبرات موجوده دلوقتي، ان انت عندك كل التخصصات تبقى موجوده عندك، اساتذه شغالين في كل التخصصات اللي موجوده جوه طب الاسنان، مش دكتور بيشتغل كل حاجه. التيم ورك اللي عندك تخصصاتهم ايه؟ المفروض يبقى عندك تيم ورك كامل موجود من اساتذه في كل التخصصات. احنا مش دكاتره، احنا زينا بالظبط زي دكاتره بشري، في ايدك ما ينفعش عينك توجعك تروح لدكتور بطنه بالظبط، هي ما ينفعش عايز تعمل كراون او تربوش وتروح لدكتور علاج عصب او دكتور تركيبات متحركه، لا انت لازم في تريننج بلان تحط مظبوط، بتدي الدكاتره بتخش تشتغل، كل واحد بيخش يشتغل تخصصه مظبوط بالظبط في وقت محدد له بالظبط بتكنولوجيز موجوده، جهاز زي الحشو العصب والناس بتحط له عصب، انت بدل ما تروح وبتيجي وي كان زمان حشو العصب بيعمل 3-4 جلسات دلوقتي لا بينا نعمله ببروتريز و 3D اوبتريشن والكلام ده كله. احنا مش فاهمين بقى اللي انت بتقوله ده، فشحونا بشويش. زمان كنت لو انت فاكر او اي حد سمعنا عمل حشو عصب، كان حشو عصب ده 3-4 زيارات بتروح وبتيجي لدكتور السنان، دي اشهر حاجه في طب الاسنان. دلوقتي بقينا لو قلت لك ان انا بخلصه لك في نص ساعه
ان احنا عندنا افشنسي عاليه جدا، بنخش بيها باجهزه تنظيف عاليه جدا كمبيوترايز، بتخش تنظف بيها قناه العصب، كمبيوتر تاني بتخش تاخد قناه العصب، فبقدر اخلص لك حشو العصب ده كله في نص ساعه. طب ده هيساعدني في ايه؟ مبدئيا وقت قليل، مفيش بين اللي الناس بتخاف منه، مفيش وجع اللي الناس بتخاف منه، مفيش ان انا اروح 3 4. انا عندي بحس ان موضوع ان الناس بتقعد تفتكر ان دكتور السنان بنحس عنده بوجع، بحس بالعكس، هو احنا بنروح عند دكتور السنان عندنا اصلا الوجع، بنمشي الوجع راح. الاثنين بتيجي بوجع وبتمشي بوجع في بعض الاحوال. زي ايه؟ او كان زمان بنعمل كده، وده اللي كان بيقرر الناس دكاتره السنان، ان انت مثلا زي ما قلنا 3 4 زيادات حشو عصب، فانت بين الزيارات انا لسه لي 3 4 زيارات لسه ما نضفتش قناه العصب للكامل، فما دخلتش وصلت للطول المظبوط ونضفت مظبوط قناه العصب، فانت بين الزيارات بتحس بالم، لان لسه انت بتمشي بشويه بكتيريا او شويه التهابات، كل مره بتيجي بتاخد حقن البنج فستيل بتحس بوجع. جهاز ده جهاز السرك، ان انا اقدر في جلسه واحده اعمل لك الكراون او التربوش ده في جلسه واحده بالظبط. جهاز السرك ده اللي هو ايه بقى؟ جهاز السرك ده ان انا كنت زمان انت عشان تعمل تركيب، عشان تعمل كراون او تربوش، انت بتروح الدكتور بيحضر لك اسنانك، ياخد مقاس بحاجه شبه العجينه او الصلصال كده ويبعتها معمل، ويجي الكراون نقعد نجرب 3 4 مرات برده عشان نعمل الكراون ده. دلوقتي قلت لك برضو انها عن طريق جهاز السارك ده، هو جهاز متوصل بالكمبيوتر فيه كاميرا، الكاميرا دي بتخش تاخد انترا اورال دايركت امبريشن. يعني ايه؟ يعني مقاس ثلاثي الابعاد لاسنانك، ما باخدش خلاص بالعجينه او الصلصال ده، واعمل ديزاين لشكل الكراون ده واعمله وانت قاعد واسلمه لك وانت قاعد. فانت متخيل حشو العصب اللي اتكلمنا عليه من شويه مع الكراون يخلصوا لك مثلا في ساعه وانت قاعد، بدل ما كنت بتروح 3 4 زيارات ده و3 4 زيارات ده، فكل ده قلل البين اللي هو البوست اوبريتيف وفي وقت الشغل نفسه كمان، يقلل الوجع مع سرعه او انجاز البروسيدور نفسها. خليني بس اوضح ان دكتور محمود حشمت اي حد عايز يتواصل معاه، الارقام التليفون موجوده معانا على الشاشه. خلينا نشوف اول مجموعه صور معانا، واحنا كده بنتكلم عن السرعه ان العيان او المريض بيروح يخلص المشكله اللي عنده بسرعه جدا وبطريقه احترافيه جدا. فتعالوا نشوف مع بعض. عايزين نقول ده في ترجمه، نترجمه في شكل حالات، ان هو انت ازاي بقى بحاله تبقى جايه بالشكل ده، انت التهاب قوي جدا في اللثه، تسوسات كتير جدا في الاسنان، لون الاسنان وحش، شكل، وظيفه، كل حاجه باظت بسبب اهمال مريض، ازاي اقدر اعالج له ده في وقت قد ايه بقى؟ ما انت هتقول هتفاجئنا في الاخر الوقت، بس هو الحاله هنا طبعا حاله صعبه، السنان كلها هنا بقى، ده المنظر ده افتر. طيب عشان احول انسان من الشكل ده للشكل ده، او ابتسامتك من الشكل ده للشكل ده، نقعد وقت قد ايه تفتكر؟ قد ايه؟ جلستين. جلستين؟ جلستين، الفرق بينهم كام يوم؟ 4 ايام. انا عايز افهم هنا انت عملت له ايه؟ هنا اولا بنبتدي تحط تريت بلان مظبوطه زي ما اتفقنا، لازم اللثه تتعالج الاول، خطه علاجيه مظبوطه بوقت معين. لازم اللثه تتعالج الاول بليزر. اللثه؟ اللثه تتعالج بليزر. عايز اقف عند نقطه ليزر دي، معلش، نقطه ليزر دي هنا فادني في ايه في الوقت؟ ان انا مفيش سوتشرنج، مفيش خياطه، مفيش بليدنج بينزل، مفيش بين، نزيف، مفيش نزيف، مفيش وقت دم بتنزل وانت شغال، مفيش بين، مفيش وجع، مفيش زي ما قلنا سوتشرنج او الخياطه بين الحالات، فده بيخليني الوقت الهيلنج بيبقى اسرع او الالتئام بيبقى اسرع، اللثه وعلاجها بيبقى اسرع. اوكي، بنبتدي نشيل اتصالات من الاسنان، نعمل علاج عصب للاسنان اللي محتاجه عجل عصب في نفس الجلسه، بقدر ان انا ابتدي احط دعامات وابني الاسنان من الاول، نرجع نعمل التركيبه بتاعتها عن طريق جهاز السرك اللي اتكلمنا عليه، اقدر ان انا في جلسه جلستين اخلص لك كل القصه دي. أوكي. بالعكس في حالات بتخلص في جلسه واحده كمان، لو دي خلصت في جلستين في حالات بتخلص في نفس الجلسه. فالكونسبت كله، او خلينا بلاش الكونسبت كله، حاله زي دي، تركيبات زي دي، السؤال اول حاجه تيجي، ممكن تيجي على بالك، هتعيش معايا قد ايه؟ صح؟ يعني التركيبات دي انا عملتها، ده برضه سؤال بيجي في بال ناس كتير قوي. المفروض هتعيش العمر كله. لا، ما هو للاسف بقى في ناس ما تبقاش فاهمه كده، في ناس تقول لي انا سمعت ان التركيبات او الفينير دي بتقعد 5 سنين، بتقعد 10 سنين، سمعت الدكتور قال ان هي بتعمل ايه؟ المفروض لو التركيبات دي معموله على اسس علميه مظبوطه، معموله دكتور متخصص، وهوريك دلوقتي يعني ايه دكتور متخصص، هو اللي عامل الشغل ده، المفروض ان هي تعيش معاك مدى الحياه زي ما انت قلت. هوريك حاله جايه بتركيبات معموله، مفروض ان هي اتقال لها ان هي هتعيش 5 سنين، حاله زي دي. تركيبات زي دي، ده تجميل، مفروض يعني ده اسمه تجميل، هو ملوش اي علاقه بالتجميل. الخطا الوحيد اللي اتعمل في الحاله دي ان الدكتور ما كانش متخصص تركيبات او مش متخصص تجميل. فهنا عمل ايه الغلط الوحيد اللي اتعمل؟ التحضير بتاع الاسنان كان غلط. نوعيه او الماتيريال او الخامه نفسها بتاعت الكراون كانت غلط. طيب ده يعمل لي ايه؟ خلت التركيبه زي ما انت شفت في سنه فيهم مكسوره في الوش. خلت البيشنت جايه بوجع مش عارفه تاكل عليها كويس، الم في مفصل الفك، صداع، كذا كذا، كل ده بسبب تركيبات معموله خامه غلط، مفهوم ما تتعملش في الاسنان الاماميه،
بس هو كل حصل حضرنا الاسنان، خدنا مقاسات بعتناها المعمل، عمل لي تركيبات، طلع ده المنظر. طبعا فكينا كل الكلام ده، عالجنا الاسنان المكسوره دي، بدانا نعالج صح الاسنان اللي كانت متسابه مش معمول لها علاج عصب بشكل سليم، بدانا نعالجها، بدانا نظبط برده شكل اللثه، نطول شويه حجم الاسنان، وبدانا ان احنا نعمل التركيبات بتاعتنا بشكل مظبوط 100%. فهنا دايما برضو بنقول الريميك، اعاده العلاج، اعاده العلاج او اعاده التجميل اصعب بكتير قوي يا شريف من التجميل نفسه. يعني انت لما تجيلي باسنانك عشان اعملها لك اصعب، اسهل بكتير قوي بالنسبه لنا كدكاتره من حالات انت بتشيل حاجه وبتبتدي تركب من الاول. اعاده البناء اصعب بكتير من البناء نفسه. حاله زي دي يعني مفهوم ما نتكلمش عليها اصلا، دي جايه بتركيبات معدن، يعني دي تركيبات بيسموها بورسلين، بورسلين او معدن، دي التركيبه دي اكشلي هي معدن حديد بتطلي من بره بطبق البورسلين. فالبيشنت برضو ما بيبقاش عارف، ما بيبقاش اوير قوي. يعني شفت انت دي بعد ما شلنا ده منظر تحت التركيبات يا خبر، فانت متخيل ان انت ده راكب على اسنانك، ده يعمل ايه بقى؟ يدخل بكتيريا، يدخل تسوسات. هنا بعد ما ظبط، هنا بعد ما ظبطنا شكل اسنان طبيعي طبيعي، وحط 100 خط تحت طبيعي دي بشكل مظبوط 100%، بوظيفه مظبوطه 100%. برضو البيشنت او العيان بيفرق معاه موضوع المرايه، شكلي طبعا. يعني انت اول ما بخلص اول حاجه عايز مرايه، عايز ابص. طبعا. طيب ما هو انت هسالك سؤال، احنا ربنا خلق اسناننا شكل بس؟ شكل ووظيفة. يعني ناكل عليها نعرف كده بالظبط، اسناننا احنا بنضحك بيها عشان يبقى شكلها حلو، وده مطلوب جدا، بس على نفس الاهميه المفروض ناكل بيها ومفروض نتكلم بيها. فزي ما انت بيشنت بتراعي ال- 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 الشكل بس، وللاسف في بعض الدكاتره بتراعيه، لا احنا المفروض نراعي شكل ووظيفه. طب قول لي بقى، لما يجي لك بمناسبه الوظيفه، لما يجي لك كبار السن اسنانهم وقعت تعمل لهم ايه؟ اهمال. هنا بقى بيبقى على حسب، في اوبشنز كتير قوي، لازم طبعا بناخد اشعات الاول، بس يعني باست سوليوشن بالنسبه لنا، احسن حل بالنسبه لنا هو الزراعه. ودلوقتي لو هو اي دنشلس، او هو حد ما عندوش اسنان خالص، فكونسبت الاولين فور، اولين فور ده يعني انا اشيل لك بقك كله على اربع زرعات بس. برضه نفس ان انا عندي 8، لو شلنا ضرس عالي يبقى عندك 28 سنه وضرس. هو انا يا دكتور احط 28 زرعه؟ لا، انا هحط لك اربعه بس في كل فك، والاربعه دول بقدر احمل عليهم او اشيل عليهم تركيبات للفك كله. بس ده بيدبند طبعا، بيعتمد على الاكس رايز، بيعتمد على حاله العظم، على الكونديشن الصحيه. طب تعال نشوف برضو فيديو مبهج جدا في حاله لسيده كانت فقدت كل اسنانها. تعالوا نشوف كده شكل الفيديو اهو. الست دي انا عايز اقول لك كانت جايه فاهمه ان هي مش هتضحك تاني، يعني بتقول لي انا، انت متخيل البيشنت ساتسفاكشن هنا، البيشنت الرضا العيان هنا كان وصل لايه؟ ان هي حاسه ان هي مش هتضحك تاني. هي عمرها قد ايه تقريبا؟ البيشنت دي كان عندها حوالي 62 63 سنه. اوكي. 62 63 سنه تقريبا. كانت جايه انا مش عارف اكل، عمل جربت تعمل طقم متحرك ده، ما عرفتش برده تاكل عليه، ما عرفتش تتعايش بيه. حسن حظها ان احنا بعد ما خدنا اشعاعات لقينا كميه العظم اللي موجوده كانت مناسبه ان احنا نعمل اولين فور او زرعات، قدرنا نحط زرعات وان احنا نعمل عليها تركيبات. انا عايز اقول لك لحد اخر سيشن، لحد اخر تركيبه، هي ما كانتش متخيله ان هي هتبقى دي شكل اسنانها. فانت انت انت متخيل انت لما ترجع العيان ضحكته بالشكل ده، نفسيتها هتختلف، هتبقى بني ادم تاني اصلا، وشكلها وشغلها وكل حاجه في حياتها بتختلف ازاي؟ لا طبعا. انت النهارده شرفتني ونورتني، وميرسي على المعلومات اللي قلتها لنا النهارده في 4 شارع شريف، ونحب نشوفك دايما عندنا. ميرسي، شكرا. ميرسي ليك، اشكرك. شكر خاص جدا لدكتور محمود حشمت على وجوده معانا النهارده، زميل تجميل الاسنان جامعه مانشستر وعضو الاكاديميه الالمانيه لزراعه الاسنان، على وجوده عندنا النهارده في 4 شارع شريف. طيب هنشوف فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم عن ايقونه من ايقونات الفن في العالم. احنا كان عن داليدا والملابس الخاصه بداليدا، كانت بتلبس ايه، كانت مين الديزاينرز اللي كانوا بيلبسوها داليدا، رحلتها كانت رحله كبيره في رحله الفن ورحلة الحياة الإنسانية والشقة زي ما بنقول كده اللي عاشته. وهيكون معانا دينا نصير هتحكي لنا عن داليدا، وهنسمع بعض الأغاني الخاصة بداليدا. خليكم معانا لو سمحتوا.